سؤال الأول في هذه الحلقة سؤال متجدد مكرور ومعاد قديم وجديد، ما هو الموقف الشرعي من التصوف؟ نعم، التصوف اتجاه في كل الأديان تقريبا، هو في منظومتنا الإسلامية اتجاه ينزع في الأصل إلى إحياء الربانية والزهد في الدنيا والعناية بالتزكية وتصحيح أعمال القلوب ونحوه. الأمة كما تحتاج إلى إحياء العلم الشرعي وتصفية منابعه، تحتاج إلى إحياء الربانية وتصفية منابعها كذلك وتنقيتها من الشوائب. لقد برز في الأمة فريقان، العلماء والعباد، لقيادة مسيرتها العلمية والروحية. لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح. فكان من ينتسب إلى الدين، منهم من يعنى بالعلم والفقه ويبرز فيه كالفقهاء، ومنهم من يعنى بالعبادة والتزكية ويبرز في ذلك كأهل التصوف. فبعث الله نبيه بهذا الدين الجامع للنوعين. لقد روي أن علي رضي الله عنه كان يقول: قصم ظهري رجلان، جاهل متنسك وعالم متهتك. الجاهل يغر الناس بتنسكه، والعالم يغرهم بتهتكه. لقد نشأ التصوف الإسلامي تزكية وربانية وورعا ومحاسبة للنفس، ثم شابه كثير من الغلو بعد ذلك فتكدرت بعض منابعه. فهو إذن تعبير مجمل لا يقبل جملة ولا يرفض جملة، فيه ما يحمد وفيه ما يذم، فيه ما يثاب عليه وفيه ما يعاقب عليه. فما كان صوابا وسنة يقبل، وما كان خطأ وبدعة يرد. لقد عرف التصوف في أيامه الأولى روادا كراما كانوا محل تقدير وإكبار من علماء أهل السنة، فقد كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعوة إليها والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى به منازلهم، كما شهد كذلك في أيام تراجعه وانحطاطه زنادقة ودجالين ومبتدعة لم يتورع أئمة أهل السنة عن تكفير بعضهم. والعدل أن يعامل كل فريق بما يستحق، فالصواب أن يقال يرد تراثه وترد أدبياته إلى الكتاب والسنة، فيقبل منها ما كان حقا وسنة ويرد منه ما كان باطلا وبدعة. ليس من العدل أن تستصحب حكما واحدا على خليط من الناس والأطروحات والأفكار أو المعتقدات أو المسالك. نحن نتعامل مع بشر ومع تراث فيهم السني وفيهم البدعي، فتمس الحاجة إلى التفصيل ومعاملة كل فريق بما يستحق، وبالعدل قامت السماوات والأرض. وهذا هو مسلك الأماجد المبرزين من كبار رجالات القوم. يقول الجنيد رحمه الله: الطريق إلى الله عز وجل مسدودة على خلق الله تعالى إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لسنته، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحسين النوري يقول لبعض أصحابه: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد علم الشرع فلا تقربنه، ومن رأيته يدعي حالة لا يدل عليها دليل ولا يشهد لها حفظ ظاهر فاتهمه على دينه. أبو سليمان الداراني كان يقول: إني لتمر بقلبي
النكتة من نكتة القوم. النكتة عن مسألة الدقيقة، مش الجوك يعني، النكتة المسألة الدقيقة. فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. لفظ التصوف لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة الأولى، اشتهر التكلم به بعد ذلك، وأول ظهور للقوم كان في البصرة في العراق، كان فيها من المبالغة في الزهد والورع والخوف والعبادة ما لم يكن في سائر الأمصار. فكما كان في الكوفة من سلك من طريق العلم والفقه ما له فيه اجتهاد، كان في البصرة من سلك من طريق العبادة والزهد ما له فيه اجتهاد، حتى كان يقال فقه كوفي وعبادة بصرية. نظرا لما كان ينقل عنهم من العجائب في باب الخوف والورع والعبادة، تنازع الناس في طريقه. طائفة ذمت القوم بإطلاق وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن السنة، وطائفة زكتهم بإطلاق وادعت أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء. والصواب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يبقى الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر حول حرق الجثث، حول حرق الجثث.